ايه؟ تليفونها ما بيردش؟ ولا هي موجودة في المكتب وما بتردش؟ طيب طيب، مع السلامة. ادخل. اهي وصلت. اهلا 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 يا استاذة. السيد بيه ابو دومة. يعني ما قلتليش حضرتك ان سيادة النائب هيكون موجود؟ مفاجأة حلوة مش كده؟ في الحقيقة لا. اتفضلي عودي يا استاذة، اتفضلي عودي. يا استاذة احنا عايزين نحل مش نعقد. نحل ايه بقى بالظبط يا منعم بيه؟ هو مش المفروض استاذة صحفية كبيرة زيك تفهم يعني ايه الاخذ والعطا ويعني ايه لغة الحوار زي ما بتقولوا؟ وهو ده اللي احنا بنعمله يا سيد بيه. لا، وإلا كده العاطل يروح مع الباطل والحق يروح في الرجلين. الحق واضح وعليه ألف دليل يا سيد بيه. لا بقى أستاذة، كده غلط. لو كان في أي دليل ضدي كان زماني برا المجلس، لكن أنا كل يوم موجود في المجلس وكل يوم صوتي ملعلع تحت القبة. أنت ما بتشوفيش التلفزيون كل يوم ولا إيه؟ وهو ده الأساس يا سيد بيه. وطالما أن المجلس لم يحسم الأمر ولم ترفع الحصانة عن سيد بيه فما حدش يقدر يجزم بشيء. هو ده الأساس اللي احنا عايزين نتفق عليه مبدئيا يا أستاذة. خلاص، نستنى لما المجلس يقول كلمته أو القضاء بعده. القضاء ما يعرفش غير القضية اللي أنا رافعها على الجرنان وعلى حضرتك. لو حضرتك هتقبل الإهانة دي أنا مش هقبلها ولا هقبل أي حوار مع الراجل ده. أنا مش بهددك ولا بهينك، أنا بفكرك بس. فكر روحك الأول. عندك عيال؟ عندي. كام؟ اللي شغالين عند المعلم سيد ابو دومه 4، واللي شغالين في المقلب 3. ما شاء الله ما شاء الله، 4 عند ابو دومه و3 في المقلب. مقلب ايه يا هند؟ مقلب الزباله طبعا. عارفه مين دول عشان تقفوا ترغي معاهم يا بنت الكلاب؟ وغش عرفني مالك ومال العيال انتوا. هي هند، وانت مين بقى؟ ابو العيال اللي بتشغلهم ولا ابو دومه نفسه؟ هاتوهم. لا لا لا. اوعى ايدك انت اهو. طب ايه نجري يا هند؟ مش هجري لغايه لما اشوف حكايه الناس دي ايه. اسالوا يا معلم سيد، بيسالوا نسوان والعيال بره في ايه؟ بتوع صحافه. وانت بتاع ايه بقى؟ هات الكاميرا دي منها يالا. حاضر يا راجل. اوعى ايدك واقطعها لك، اوعى ايدك. هات. على العموم مش مهم، بس لعلمك بقى احنا لو ما خرجناش من هنا هتروح في 60 داهية. هتخرجوا، بس اعرف الاول انتوا جايين هنا ليه؟ جايين نعمل تحقيق عن العيال اللي بتشغلها في الهباب اللي انت بتتاجر فيه ده، انت واشكالك. حبوب الهلوسة والهيروين والامبولات. ياه، ده انت مذاكرة قوي. ايوه مذاكرة، من يوم البطنية ما تهدت وانتوا ظهرتوا لابدين في الجحور وبتشغلوا العيال الغلابة دي. وحتكتبي الكلام ده؟ ايوه حكتب الكلام ده. وبالصورة؟ وبالصورة. يبقى حتدفنوا انتوا الاتنين هنا. والله يا معلم ما هنكتب حاجة، بس والنبي تخرجونا من هنا. قولي له يا هند ان احنا مش هنكتب حاجة. على العموم انا ما يهمنيش كتابتك، ومحدش يقدر يوصل لي هنا ابدا. ونكتب اي حاجة في الجرنان حطلكم حطلكم. يا أستاذ الراجل جاي عشان يتنازل، هيتنازل عن القضية. فهمت يا أستاذة؟ عاوز يتنازل يتنازل، لا يبلغني ولا يهددني. لا بقى، أنا عشان أنا أتنازل لازم سيادتك تتنازلي. طب أنت رفع قضية عايز تتنازل عنها، أنا أتنازل عن إيه بالظبط؟ عن الكلام اللي أنت كتبتيه في الجرنان، ولازم تعتذري لانه كلام ظلم، لان انا شايف شغلي قوي مع اهل دايرتي ودافع لهم دم قلبي وياما بحي صوتي معاهم وتعب نفسي عشان مصالحهم. يا سيد بيه احنا اتفقنا ان المطلوب
ان الجورنال يوقف حملته وان الاستاذه هتتعهد بكده في مقابل انه هيتنازل عن القضيه. انا اسفه يا استاذ، الاتفاق ده ما يخصنيش، انا لا هوقف حمله ولا هنكر اي كلمه انا نشرتها، لان كل شيء عندي بوثائق وتواريخ القضايا. فهمني يا سيد بيه. لا كده بقى ذنبك على جنبك. وانت يا استاذ منعم خليك فاكر ان انا جيت لحد عندك في الجريده علشان اتنازل، وانت افتكر كويس. وانت افتكر كويس ان انا لا بخاف ولا حد يقدر يشتريني، وحفضل وراك يا سيد يا ابو دومه ان شاء الله حتى ادخل فيك السجن. عملت ايه عنده يا هند؟ طمنيني. كنت عارفه ان سيد موجود عنده جوه، ما قلتليش. يا هند انا خايفه عليكي وعايزاكي تخلصي. مش هند اللي تخاف عليها من مساومه حقيره زي دي يا انيسه. يا خالد يا خالد، دي قضيه كبيره وممكن كلنا نروح في 60 داهيه. الو، ايه فين مستشفى؟ خير يا هند؟ في ايه؟ حبل. قالولي في اوضه العمليات، هي فين بالظبط؟ صافي فين يا صافي؟ حصل ايه؟ خلوني بقول لك خلاص بعيدها. هي مش كانت معاكي؟ بتوصل ومتهوره زي كده بالظبط؟ لا اللي سابوه في الراس، اللي خبط العمليه من قدام يطلع حياتها. يعني ايه؟ يعني ايه؟ طمني يا هند، انا جايب معايا دكتور محسن وهطمنك اهو. قول لي يا دكتور، ايه حكايه الاصابه اللي في الراس دي؟ الاصابه في الراس فعلا ومش بسيطه، وفي فريق عمل دلوقتي بيتعامل مع الاصابه ومعاهم جراح كبير. اصابه في المخ؟ يعني عمله هتموت؟ يعني عمله هتموت؟ دكتور حسين الحقني يا دكتور. ما تقلقيش خالص يا هند، لو الحاله محتاجه تسافر بره هسفرها بطياره خاصه في اي وقت. يعني الحاله خطر للدرجه دي؟ انا بقول لك الكلام ده عشان اطمنك، احسان بيه دكتور كبير وكلامه لازم يطمنك. هو اطلع على الحاله وقال انها مش خطيره. لا مؤاخذة يا دكتور إحسان، تأخرت عليك يا ابني. لا لا بالعكس، ده أنا اللي جيت في وقت مش مناسب. اتفضل يا حبيبي. لو كنت أعرف إن ده ميعاد الحضرة كنت جيتها معاكم. ما أنت كأنك حضرتها، هو أنت مش سمعتها؟ ربنا يقدرني أحضرها باستمرار بعد كده. إن شاء الله. وخصوصًا إني هتعين خلاص في وحدة صحية قريبة. على فكرة ده عز ابن عمي كان بيقول إنه دايمًا بيجيها معاكم. أما هو سفر البلاد بره خلاه قطع، ولما رجع بدأ يفتكرها. بس أنا بقى متابع أخبارك. وكويس انك انت تعينت، خد بالك مهنتك دي مهنه كلها ثواب، خصوصا لما تعطف على الناس الغلابه والفقراء اللي في الكفور وتعالجهم. ابوك الله يرحمه كان راجل طيب وعطوف وكان بيساعد الغير. الله يرحمه، عشان كده ما سابش وراه حاجه زي ما اخواته سابوا لاولادهم. كفايه انه ساب ذريه صالحه، ودي ثروه مش قليله يا ابني. الحمد لله. على العموم انا ناوي ان شاء الله اكمل دراستي، ولو ربنا اراد بعد كده هفتح عياده في الجيزه. كل شيء بامر الله، وحسن النوايا والاجتهاد في العمل عباده. في الحقيقه انا مش عارف ابتدي ازاي. شكلك كده جاي تتكلم في موضوع محرج. ايه الحكايه يا دكتور احسان؟ هو انا مش زي والدك الله يرحمه يا ابني؟ اتكلم. الاستاذه هند. هند بنتي؟ مالها؟ بصراحه انا مش جاي اطلب ايدها من دلوقتي، بس اتمنى لما الامور تنصلح يعني. وليه لا؟ لو طالب قول طالب. الله اكبر، والله انا كنت عارف ان ده هيكون ردك يا مولانا، ربنا يخليك لينا. انت شاب محترم يا دكتور احسان، ومن اصل طيب وطبيب، بتخدم الناس الغلابه وفيك البركه ان شاء الله. بس زي ما انت عارف لازم اخد رايها، خصوصا ان هند ما بقتش صغيره. لا وحضرتها ايه دلوقتي؟ صحفيه وصاحبه راي. ده راي سليم، من حقها طبعا تقول رايها، بس انا عايز حضرتك تفهمها ان وضعها هيتحسن كتير، مش هيستمر على كده على طول. من الناحيه دي ما تقلقش، هند ما شاء الله بتفهم وبتميز، واكيد انطباعها عنك صحيح من وهي طفله، تعرفوها وتعرفكم. قيمتها من امتك يا مولانا؟ عزيزه وغاليه. ربنا يعزم ادارك. بقول لك ايه؟ ايه رايك نتعشى سوا الليله دي؟ لا معلش خليها مره تانية ان شاء الله. طيب انا بس كان يهمني اعرف من حضرتك حاجه. اتفضل. اقدر اتصل بيك امتى عشان اعرف الرد؟ يعني بكره بكتير ان شاء الله، في اي وقت يعجبك. طيب.
طيب متشكر جدا. شرفت يا ابني. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة.